يعني لو اتكلمنا على اللعيبه، طبعا موسيماني زي ما انت قلت على مستوى التحضير قبل المباراه ادى بشكل رائع، احترام للخصم بشكل كبير جدا، وانت زي ما بتقول بيخدر يعني الخصم بشكل بالظبط. واحنا متعودين على التصريحات دي امام ما كان ماسك حتى صن داونز سان داونز وكان بيتكلم حتى على النادي الاهلي نفسه، لا احنا بالظبط. اقل من النادي، يعني عنده شخصيه مميزه شويه وتصريحاته. واللي عجبني فيه كمان حتى بعد المباراه ما تحسش ان نتيجه كبيره ونتيجه كان هو يتمناها بشكل كبير جدا، لكن ما كانش عنده فرحه زياده، يعني راجل متزن كمان في فرحته، لان عارف برضو ان لسه المباراه الثانيه. على مستوى اللاعبين يا عمر كلهم زي انت بتقول ادوا بشكل جيد جدا، لكن دايما بيبقى في محاور للفوز، تفتكر مين كان من اللاعبين مميز او سوبر ستار في هذه المباراه؟ يعني خليني اقول لحضرتك ان احنا اتكلمنا الحلقه اللي قبلها عن ايه التشكيل الانسب اللي صحيح. ممكن يبدا بيه موسيماني. يمكن هو ما اختلفش معانا غير في انه فعلا عمل اللي حضرتك قلته، ان محمد هاني هو الباك رايت مش احمد فتحي. محمد هاني اجد، لكن انا شفت ايمن اشرف كان رائع جدا في كل في ادائه في المباراه كلها. محمد الشناوي طبعا لا خلاف على دوره، وجميع اللاعبين كانوا في مستوى جيد جدا. ممكن انهاء الهجمه لسه محتاج شويه شغل، لكن برضو ما تقدرش ان انت تلوم على لاعب في مباراه زي دي. يعني المباراه اللي زي دي انت تحت ضغوط من قبل المباراه، عندك هدف ان انت عاوز تاخد بطوله افريقيا، فبتفكر ماتش بماتش ان انا عاوز اكسب النهارده، ممكن تضيع فرص لكن نتمنى كمان ان يبقى فيه يعني دقه اكتر في انهاء الهجمات الفتره اللي جايه. لكن على مستوى اللعيبه اعتقد انه لقطه حتى محمد الشناوي والتصدي لضربه الجزاء اللي جت للوداد حسبت للوداد، ومن واحد من اخطر لعيبه الوداد هو بديع اوك، اعتقد انه ده نقطه تحول اصلا في المباراه. الحكم كان ممكن يدخل الوداد اللعب في اي وقت، وبعد الكره دي تحديدا، يعني لو ضربه الجزاء دي ما كانش وفق فيها محمد الشناوي واجاد فيها كان يعني السيناريو هيتغير شويه، سهله انه الوداد يدخل المباراه مره ثانيه، خصوصا انه بيلعب على ارضه. فاعتقد انه انت لما بيكون عندك حارس مرمى كبير فهو يعني عنصر قوه وعنصر امان للفريق بتاعك، فاعتقد كل اللعيبه اجادت، لكن شويه انا شايف محمد الشناوي طبعا يجي رقم واحد. ايمن اشرف في ادائه والتزامه وانضباطه في الملعب والروح العاليه اللي بيأدي بيها اعتقد انه برضه يستحق الاشاده بيه مع باقي اللاعبين طبعا قفشه وغيره وغيره. طبعا يعني زي ما انت بتتكلم على مستوى الدفاع طبعا الشناوي، واعتقد كل اللعيبه ادوا بشكل كويس، لكن كمان ايمن كان في ميزه كمان ان هو بيقطع كويس وبيسلم كويس، كان عنده هدوء في انه كمان انت عارف موسيماني من المدربين اللي بيحبوا يبنوا من تحت، يعني بالظبط مفيش سرد باك يقطع الكره ويطفش بلغه الكره يطفش الكره، لا لازم الكره السرد باك لو قادر يقطع الكره ويسلم بشكل كويس، وده شفناه في ايمن. ياسر ابراهيم قدم، يمكن كان فيه اهتزاز شويه في اول 10 دقائق، لكن مع دخوله يعني دخوله المباراه بقى بشكل جيد جدا.